لا انا من شفنا تصريح ليك النهارده بتقول ان فنانه نجاة مش هتطلع على المسرح تاني، خاصه بقى ان انا من عشاق نجاة. ازاي احكي لنا لا حالتها يعني الصحيه؟ عامله ايه؟ مودها عامل ايه؟ لا يعني حالتها الصحية كويسة، بس الحمد لله. تقف على المسرح بقى وتغني وصلة كاملة وكده هيبقى صعب شوية، يعني هيبقى صعب ما هي صعب لسه من عليها. شهور كانت في السعودية وعاملة حاجة عظيمة جدا. هم عاملين لها تكريم واضطرت انها توافق على التكريم ده، لانهم طبعا قلنا احنا مكرمينك ولازم تبقى موجودة، فكانت متواجدة. والحقيقة يعني غصب عنها، لأنها يعني كانت رافضة إنها تطلع وتظهر في الإعلام تماما يعني. هي ما حبتش ان هي تبقى موجودة مرة تانية. لا خلاص يعني، لا مش حابة إنها تبقى موجودة، لأن برضه تحافظ على شكلها وتحافظ على تاريخها وتحافظ على، يعني الناس خلاص اتعودت عليها على شكلها ده، فمش عايزة بقى تغير الصورة. هي زعلت من تعليقات معينة؟ لا يعني ما اهتمتش، عظيم. عايزة اتكلم مع طبيعي في ناس حضرتك. يعني طبيعي في ناس هيتفقوا وطبيعي في ناس هيعترضوا، يعني ده عادي يعني. عايزة اتكلم مع حضرتك ان يمكن احنا ليه كمجتمعاتنا العربية بنتحفظ، يعني بنتعامل مع الفنان ان هو مش انسان، نبقى عايزينه طول الوقت برونقه ده، على عكس مثلا البوليود والهوليود ما بيبقوش كده. بتتكلمي بقى على هوليود، يعني دخلنا في حتة الممثلين. لا ومش ممثلين بس، ناس كتير يعني بتظهر اعمارها. سيلين ديون، هي سيلين ديون النهارده زي اول ما ظهرت في تايتانيك اطلاقا، بس بتلاقي لها دعم طول الوقت، بتلاقيها بتظهر في كواليس وفي حفلات وفي مهرجانات، ما بتمتنعش عن الناس عادي. احنا ليه كمجتمعات عربيه مبقاش عندها الكونسبت ده، مش عارف الإجابة دي، مش عندي. مع انك عشرت نجوم كبار جدا. لا مش عندي الإجابة دي، ممكن الإجابة دي عندها هي. طيب كواليس أغنية صافيني مرة قلت قبل كده إنها ما كانتش بتاعت